السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم كان عندنا لقاء مع تلاميذ ثانويه الامام البخاري التاهيليه. قدمت فيها ذاكره مدينه البرجهيد، هي ما قدمتش فيها الذاكره كامله، ولكن المهم بعض المقتطفات من ذاكره مدينه البرجهيد، يعني من بدايه الحمايه حتى عهد الاستقلال. هادشي اللي توفرت اللي قدرت نتوفر به في التاريخ ديال المنطقه. وكنتمنى ان شاء الله من الناس اللي مهتمين بهذا التاريخ المدينه يكملوا ما تبقى من التاريخ، يعني من الاستقلال حتى الحاضر. وكان الاقبال تبارك الله ديال التلاميذ، وكان الاهتمام كبير. وتنتمنى من اداره المؤسسه تكرر بحال هذه اللقاءات هذه، لانها كتفيد الطلبه وكتفيد حتى بعض الاساتذه اللي كانوا ما عارفينش على التاريخ ديال البرجهيد والرجالات ديالها. يعني المدينه راه ما هيش، يعني ماشي ما عندهاش تاريخ، عندها تاريخ اللي خص الانسان ينقب فيه. انا كما قلت في المقدمه ديالي ديال العرض، قلت بان اللي ما عرفش التاريخ ديالو راه ما يمكنش يفهم الحاضر وما يمكنش يبني المستقبل. الكلمه الاخيره هي انني كنشكر مدير مؤسسه الامام بخاري الاستاذ خالد البرقادي، والسي عمر الخلفي، واعضاء والسي العالمي، والسي الاستاذ اللي كان معنا السي طاهر، والاطر على هذه الدعوه باش نحضر باش ندير هذه المحاضره. وشكرا للجميع. اليوم حضرنا واحد الورشه للاستاذ ابراهيم بطاح، اللي صراحه قال لنا بزاف ديال المعلومات على مدينه البئر الجديد اللي كانوا ما كناش كنعرفوهم، وقال لنا بزاف ديال المعلومات على مدينه البئر الجديد، ربط لنا الحاضر الماضي بالحاضر. وكان في واحد المثال كيف ما قال لنا، اللي ما كيعرفش الماضي ديالو بحال ما كيعرفش الحاضر ديالو، ما غيبنيش المستقبل ديالو. وكنبغي نقول له شكرا بزاف، لانني اليوم استطعت بزاف انني نعرف على معلومات على مدينه البئر الجديد، واللي المدينه ديالي اللي كنتمي ليها واللي كنقرا فيها، وعطانا معلومات اكثر على مدينه على ثانويه الامام البخاري، اللي هي واحد الثانويه اللي قديمه بزاف، وزعما واحد الثانويه اللي عندنا لنا الشرف ان نقراو في الثانويه العريقه. وكنبغي شكرا لاننا استطعنا استاذ ابراهيم بطاح انه يعطينا بزاف هذه المعلومات، وشكرا. كنبغي نقول للتلاميذ انكم زعموا على الانشطه وديروا هاد لي زاكتيفيتي، لانهم ماشي مضيعه للوقت، بالعكس كيعطوكم الشخصيه ديالكم، كينميو الشخصيه ديالكم. هادشي تقدروا ما تشوفوش دابا، ولكن تشوفوا من بعد في الجامعه، كيعطيكم بزاف ديال واحد الانرجي، انكم كتكونوا توازنوا بين القرايه ولي زاكتيفيتي. ما نبقاوش غير القرايه ومع عاوتاني ماشي لي زاكتيفيتي، كاين واحد التوازن. وكنبغي نقول لكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله. بعض المعلومات التي قد تفيدهم في اتمام كتابه تاريخ هذه المدينه، لانني اكتفيت فقط بالفترات الاولى. فكرت الازمون كي بديت تقطع الازمون، لان عندك نسد يعني الازمون كيقطعوا الناس بالفليك، او لا واحد الخشبه طويله كتسمى المعديه، كتجر القنان وكيركبوا فيها كبير حشاكم وبار وكشي، وكيرتفعوا شافوا حتى الطوموبيلات فاش يطلع بداو باقي ما داش الخطه، كيديروا الطوموبيله صغيره ديك الساعه. كاين واحد النماذج ديال الصور ديال الطوموبيل ديك الساعه كيركبوهم وكيقطعوهم. إذن بيرجي ديك الساعة كانت تسمى سانتوبير وبين الحماية، لكن من بعد ولات يقولوا البيرجي سانتوبير. إمتى تسمى وعندو سمية ثالثة؟ شناهي السمية الثالثة؟ شافر ومؤثر إعلانيات، كما أنه باحث في تاريخ مدينة البئر الجديد. يعني اليوم غادي نستافدو بزاف